بسم الله. زي ما شفنا الاري يوزان علاه ديكريليشن، انا المره دي هاخد كوبي من كلمه المين فانكشن والاري بتاعتنا بتاعت السالاريز، وعايزين بقى نقدر نتعامل بقى نغير الداتا الداخليه دي ونجيبها، يعني ازاي نعرضها وازاي نغيرها. فطبعا احنا قلنا ان اول عنصر في الاري بيبدا بالخانه 0، ثاني عنصر رقم 1، رقم 2، رقم 3. عشان اغير قيمه بقول له اري السالاريز دوت ست. في الخانه 0 معناها اول قيمه خليتها 8500. الشكل ده كده معناه ان هشيل ال 8000 تترمي خالص وتحط مكانها 8500 في الخانه 0. بس خد بالك 6 بيقول لي ان 6 خلاص ما بقتش بتستخدم، وبدل منها بقينا بنستخدم الاقواس اللي هي المربعه دي، بقت هي دي بالنسبه لنا بدل الست والجت. بدل ما اضيف جوه الاري بالست واجيب منها بالجت، بقينا الغالب بتاعنا احنا بنعمل ايه؟ بنستخدم الاقواس المربعه دي عشان احط قيمه او اشيل قيمه. طب ازاي لو انا عايز اعمل نفس المثال دوت بالاقواس المربعه بتاعت الاري؟ هقوم عامل القوسين واقول له في الخانه صفر، كده خلاص سالاريز اوف زيرو، يعني كده بتقول العماره بتاعت السالاريز في الدور الارضي او الدور زيرو حط 8500. في الحاله كده خد ال 8000 ذات نفسها اللي كانت محطوطه فوق هتتشال خلاص وتحطت مكانها 8500. دي كانت بالنسبه لنا ايه؟ دي طريقه بديله لطريقه مين؟ لطريقه الايه؟ الست. ماشي؟ الطريقتين ماشي مفيش مشكله، بس الافضل نشتغل بالطريقه دي، هي دي الستاندرد اصلا في اغلب اللغات. يعني السالاريز اوف مثلا اوف 4 يبقى كده معناها ان هو اخر عنصر، لان هم خمس ارقام صح؟ يبقى معناها الرابع ده اخر واحد اللي هو يبقى المفترض كان 9000، انا خليته 9500 كده انا بعمل 6. تعال نعمل جت، انا همر على كله واطبع كله، فعرضت فور سال، عرضت فاريبل اسمه سال ان السالاريز. فالسال اول مره اشيل اول عنصر في السالري، مع اللفه الثانيه هشيل اوتوماتيك ثاني قيمه في اللف في السالري، ثالث مره هشيل ثالث قيمه في السالري في السالاريز والى اخره لغايه لما يخلص الاري اللي اسمها ايه؟ سالاريز. يبقى كده مع اللوب السال كل مره بتشيل قيمه من قيم الايه؟ الاري. وبعدين طبعت مين؟ طبعت ايه؟ السالري. فتلاحظ لما بعد السالري هنا اللي هو الاولاني بقى ب 8500 لان قيمته اتغيرت قبل الطباعه، وطبعت 9000 و10000 وبعد كده 8500، واخر واحد بقت 9500 رغم ان هي كانت 9000 عشان ايه؟ اتغيرت في الايه؟ قبل الايه؟ قبل الطباعه زي ما احنا شايفين بسالاريز 4 ب 9000 وايه؟ و500. فحصل تشينجينج كده، عملنا ست وكده عملنا مين؟ وكده عملنا بشكل دوت الجيت وعرضنا البيانات الخاصه بالايه؟ بالاري. طيب ده طريق، هاخد اللوب دي كده كوبي ومتعامل بيست نفس الكلام، بس المره دي عايز اوصل لحاجه اسمها الاندسيز اللي هي الاندكس خلاص، اللي هي بالنسبه لي الفهرسه، اللي هي بالنسبه لي 8000 في صفر، انا عايز اوصل للصفر. 9000 في صفر، 9000 في واحد، 10000 في اثنين كده خلاص، عايز يمشي معايا بالايه؟ بالارقام. فكده السال المره دي هغيره وخليه اندكس، عشان الاندكس اوف ان السالاريز دوت انسيز هيبقى شايل اول مره الاندكس، هشيل صفر، هشيل واحد، هشيل اثنين، هشيل ثلاثه، هشيل اربعه وبس. فاقدر اقول له بقى برنت مين؟ ممكن اطبع بقى الانسيز دي، اطبع الاندكس عشان تشوفه. فالمفترض يطلع معايا 0 1 2 3 4، ده المفروض النتيجه بتاعتك. فعليا الاندكس شال 0 1 2 3 4، يبقى كده بالطريقه ديت الانسيز دي بتجيب لي الايه؟ الاندكس بتاع الاليمنت اللي انا بطبعه. تمام؟ هعمل هستغل ده برضو ان انا ممكن الف على الاري بناء على الاندكس بتاعها، لان احنا عارفين احنا ازاي بنجت بالاقواس واحط الاندكس صح؟ فقلت له ماشي نفس الكلام برضو، الاندكس ان السالاريز دوت انسيز، وقمت قايل له ايه؟ اطبع لي الامبليز اندكس رقم الامبلي، وطبعت الاندكس كوما، وعايز اطبع السالاري بتاعه. عشان اوصل للسالاري بتاعه لازم اقول ايه؟ اسم الاري اوف الايه؟ اوف الاندكس. يعني ايه عملت هو السالاريز وما بين القوسين المربعين دول مين؟ الاندكس بتاعي. عشان لو اتغير احط له علامه الدولار ساين كده مش هتظبط معانا، بس خلينا اكد على المعلومه دي. لو جيت عملت ران هيطبع لك الايه؟ قيمه الاوبجكت ذات نفسه هنشوف، او بالظبط ام باندكس 0. السالاري طبعا الايه؟ ان نوعه انتجر، لان هو ما قدرش يتفهم مين؟ ما قدرش يتفهم الموضوع. فانا هقوم عامل ايه؟ عامل دولار ساين ومفتح الايه؟ القوسين بتوعي، وما بينهم مكتب كل الفاريبلز بتاعي عشان يفهم ان الحته دي حته كود مفهوم. بتقول السالاريز اوف الاندكس وخلصنا. تمام كده؟ بالشكل دوت لو جينا جربنا المفترض يتباع للاندكس وقدامه قيمته كانت كام؟ الاندكس وقدامه قيمته كانت كام؟ طالما عملت بالايه؟ بالشكل دوت كله على بعضه. تمام؟ طب نجرب. قال لي فعلا اهو، قال لي الاندكس اوف 0 جايبه 8500، الاندكس اوف 1 جايبه 9000، الاندكس اوف 2 10000 والى اخره، الرابع جاب ايه؟ 9500. وبالشكل دوت كده قدرنا نمر على البيانات باشكال مختلفه في الاريه.